ندير هذه اللوحات كريما لهم على مجهوداتهم. جثتها ملكة صح؟ ملكة نعم، وضعت لها تاج وتحية كبيرة باش نبينوا قيمة الطبيب في هذاك الوقت. وهذا اللوحة؟ هذه فراشة رسمتها في سنة 2019. هذه كانت إحدى اللوحات اللي درتها في المعرض تاعي اللي درته في سنة 2019، درت معرض بدار الشباب. وأيضا درت عدة معارض، وكنت نعتمد أنا بما أنني ناشط جمعوي كنت نستغل الفرصة من خلال النشاطات اللي نديرهم، كنت ديما نحط بجانب تاع معرض تاع رسوماتي. والحمد لله تلقى يعني نجاح ما كنتش متوقعه اللي خلاني نزيد نقدم. واش اللي يميز لوحاتك؟ يعني يختلف رسام عن رسام آخر من خلال بصمة من البصمات اللي يخليها في اللوحة؟ بصماتي ديما أنا الخلفية تاعي نحاول أنني ندمج عدة ألوان، نخلي اللوحة تاعي يعني مختصة بيا، يعني ما تكونش مقلدة من عند فنان آخر ولا فنان آخر يخدم بهذا الشكل. يعني حاولت أنني أنا نخترع البصمة تاعي ونخليها في رسوماتي اللي هي الخلفية. كنت شاهد رسوماتي تلقى الخلفية يعني دمج عدة ألوان مخليهم يبانوا كخلفية، يعني كخلفية تعطي صورة، تعطي حياة لهذه الرسمة اللي رسمها. وش هو اللون المفضل لك اللي تستعمله بزاف في لوحاتك؟ اللون المفضل البرتقالي. تستعمل بزاف لون البرتقالي؟ تستعمل اللون البرتقالي. وعنده سيميولوجيا، عنده دلالة؟ يعني تشوف اللون البرتقالي راح يعطي حياة لهذه الرسمة، يعني يلفت انتباه الشخص كي يشوف فيها، يشوف اللون البرتقالي مع اللون الأصفر، يعني تدرجات اللون الأصفر البرتقالي الأحمر راح يعطي له يجبد انتباهه يخليه يلهم مع هذه الرسمة. صح. شحال من لوحة رسمها منذ بداياتك؟ لوحات لرسومات على ورق. لوحات راني في حدود 15 لوحة. 15 لوحة. نعم يختلف الأحجام، كاين صغيرة، كاين تاع 1 متر على 60، كاين كيما هذيك 40 على 60، ويختلف. كي ترسم لوحات تبيعها ولا تخليها تحتفظ بها؟ لا مازال ما نروح للمجال التجاري. ما تخليش المجال التجاري. أنا نعتبرش روحي وصلت لهذاك المستوى تاع أنني نبيع لوحاتي، مازلت في البداية تاعي، مازلت نطور من روحي كي نوصل للمستوى. مديت هدايا لوحات ولا ما مديتش؟ نعم مديت هدايا. واش كانت مواضيعها؟ لوحات اللي مديتها هذايا مواضيع طبيعيه ايضا كما هكذا. مديتها ملف ان يخدم لي ديبورتي لاناس معينين ونعطيهم لهم. واش هي احب لوحه لك اللي ما تقدرش تستغنى عليها؟ احب لوحه تاع الطبيبه هذيك. هذه شحال عندك فيها رسمتها؟ هذه رسمتها في 2019 في رمضان 2019. وشحال قعدت معها اللوحه؟ في حوالي 15 ساعه متقطعه. ما شاء الله، يعني حطيت فيها كامل مجهودي. حاولت هذه المفروض تهديها للاخت نتاعك. هي هذه هديه ديجا مديتها لها. ايوه اوكي.